أعلن وزير الخارجية رئيس مؤتمر المناخ سامح شكري انتهاء مؤتمر COP27 بالاتفاق على تمويل الدول النامية لمواجهة التداعيات السلبية المرتبطة بتغير المناخ. وأضاف شكري أن COP27 يعد مؤتمرا تنفيذيا، حيث لم يكتفي بقرارات تقليدية وإنما سعى منذ اللحظة الأولى لتكريس أهمية التنفيذ. تم رفع جلسة مؤتمر قمة تغير المناخ والمؤتمر COP27 الحمد لله بنتيجة ناجحة أكدت مرة أخرى اهتمام مصر بالعمل الدولي متعدد الأطراف، سعيها دائما للعمل على تحقيق التوافق والتفاهم، وقدرتها من خلال مؤسساتها ومن خلال المتابعة الدقيقة والمستمرة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ الإعلان عن فوز مصر باستضافة هذا المؤتمر لكل الفعاليات التحضيرية التنظيمية والموضوعية، ودعم سيادته لعمل الأجهزة المصرية المعنية في النواحي التنظيمية والموضوعية.